الفريق الممتاز فريق الشبيبة القيروانية، خلى الجماهير تتغرم برشا بكرة السلة وتتبع فريقها. وأنا متأكد يعني فريق الدالية الرياضية بجرومباليا ينتصر أو ينهزم الجماهير بتاعه باش تصفق عليه. فعلا هو يقول لك المال قوام الأعمال، إن شاء الله في كل الجمعيات نلقاو رئيس جمعية كما اللي موجود في الدالية الرياضية بجرومباليا محمد سليم الأرياني اللي قاعد يعاون في فريق الدالية الرياضية بجرومباليا. إن شاء الله نعرفوا وأنه فما مشكل نتاع فلوس في الجمعيات الكل، إن شاء الله برشا ناس كما رئيس جمعية الدالية الرياضية بجرومباليا يساهموا في تطوير الرياضة، وشيء جميل وأنك تلقى هذا الفريق وكان يخدم يلقى تلقى هذا الفريق في الدور النهائي أو أمام الدالية الرياضية بجرومباليا. وآخر التوصيات من مدرب الفريق زهير العياري للاعبين. ثلاثة جوان ماهيش هو لعب قبل لعب نهائي كأس تونس زهير العياري هذاك مع الاتحاد المنستيري، ظهر لي يوم 3 جوان قيس لعب حتى مع السيدات، لا نهار 3 جوان لعب كأس تونس مع السيدات وفاز، ومع الاتحاد الرياضي المنستيري خسر في الرجال لكن عنده كأس في السيدات. إن شاء الله عاود له مثلا 3 جوان هذه 3 جوان و3 جوان ايضا نرجو النجاح والتوفيق للملعب النابلسي، نرجو النجاح والتوفيق للدالية ان شاء الله الفوز. احنا نحبوا حاجه برك فرجونا كره سله. لا هذا اكيد قيس، كي نشاهدوا ملاعبيه كما نبيل العش وكما صلاح الدين الفرشيش وامين برجب والبقيه ونيس بالحاج ونيس بالحاج، يعني هذم ملاعبيه لعبوا في فرق كبار ياسر. صلاح الدين الفرشيش كان لعب ضد لعب مع الملعب النابلسي، لاعب الرحاله الرحالة، لعب في نجم حلقة الوادي الكرم، لعب في الاتحاد المنستيري، في النادي الافريقي، لعب في النادي الافريقي زيد ذكرني قيس واليوم شاهدوه في الدالية الرياضية في ليبيا جرومباليا. نبيل عش كذلك كان لعب في برشا فرق في نجم حلقة الوادي الكرم، لعب في النادي البنزرتي، لعب في الاتحاد المنستيري، يعني ملاعبية عندها برشا خبرة، إحاطة من هيئة الفريق للاعبيه هذم، مدرب كفء كما زهير العياري، هذا الكل يخلينا ما نستغربوش يعني وجود هذا الفريق في الدور النهائي. في المقابل الملعب النابلسي، الملعب النابلسي الكبير بالجماهير نتاعو، الكبير بالخبره نتاعو، الكبير بتاريخه، يخلينا الكل العوامل هذه ننتظروا دور نهائي ما ينجمش ما يكونش حلو. ببنك بودليه بغزارة الرصيد وبالمعنويات بالمعنويات قيس المعنويات بطل تونس ملعب النبي، وانه الاسبوع اللي فات هذه طويلة الميقاتين وهذا المنصف رحمن وحوار دقائق قبل انطلاق المباراة، هاكا السهم اللي نحدث فيكم عليه نتاع امتلاك الكرة في كل مرة تلقاها في الطاولة بعد الامتلاك يتغير اتجاه هذا السهم. الخماسي الاساسي او الخماسي التقليدي نجم نقول تاع الدالية الرياضية بجرومباليا يشوف في زهير السنوسي كيف كيف نسيناه من اللاعبين اللي عندهم الخبره ولعب في برشا نوادي النادي الافريقي الملعب النابلسي وهو ولد جرومباليا، نشوف في نبيل العش، نشوف في ايضا الياس سعيد وامين بن رجب وسلاح الفرشيشي. امين بن رجب اللي تحول من شبيبه القيروان من مستقبل مرسى الى شبيبه القيروان الى الدالية الرياضية بجرومباليا، وخاض الدور النهائي ظهر ضد الاتحاد المنستيري الموسم الفارط في نفس هذه القاعة وكان فاز بالكأس. توصيات حتى لآخر لحظة من زهير العياري ما عادش تفيد برشا توصيات نتاع آخر لحظة، تو اللي تو التركيز التركيز حصل تو التركيز. لاعبين شبان الياس سعيد والبقية أمامنا على صورة وصورة تذكارية. في المقابل خماسي قوي نتاع الملعب النابلي ما يخفاش على حتى حد، يعني مش محتاج الملعب النابلسي حتى انه المدرب نتاع الفريق المنافس انه يتفرج فيه في اشرطه، يعني معروف الخماسي نتاع الملعب النابلسي، معروفه طريقه لعب الملعب النابلسي، اندفاع تسديد من بعيد، لعب قوي تحت السله، دفاع متماسك، يعني كلها نقاط قوه خلت الملعب النابلسي يتوج ببطوله هذا الموسم. الملعب النابلسي اللي باش ينطلق امام الخماسي وليد الذويبي، نعيم مبارك، ومحمد حديدان، وانيس بن عبد الله اللي قدم دور نهائي اول خاصه من اعلى طراز ضد النادي الافريقي، وضيف لهم مجدي المعلاوي. مجدي المعلاوي الاساسي اللي ما فيش حتى كلام، يعني حسب رايي انا واحد من اثنين ثلاثه احسن لاعبي ارتكاز في تونس، حتى نقول انا في العشر سنين الاخرانيين تقريبا ما عندناش لاعب ارتكاز بمال الكلمه من معنا كما مجدي المعلاوي في كرة السلة التونسية. منير بن يوسف الحكم الأول في هذه المباراة في شام لبناني واللحظات، وينطلق الدور النهائي لكأس
تونس لكرة السلة. يخرج بن زايد الاعتماد على وليد الذويبي كمنسق منذ البداية، نعرفوا فما طارق التيمومي قاعد يقدم في أداء كبير كمنسق، فما وليد الذويبي يعني في مركز واحد زوز لاعبين من أعلى طراز، وذاك اللي يخلي الكثير من الحلول للمدرب ماجد بن زايد. أولى سلات دور النهائي بإمضاء التالية الرياضية بدرومبيليا بعد انطلاق 3 ثواني من بداية المباراة والإعادة. ممتازة ممتازة السلة الأخيرة من الياس سعيد من مواليد سنة 79 اللاعب هذا، 13 سبتمبر 79، 3-0 الدالي الرياضي بدرومبيليا. لاعب جناح أنيس بن عبد الله، مجدي المعلاوي أمامه نبيل العش، والخطأ ضد نبيل العش، الخطأ ضد نبيل العش. مجدي المعلاوي ما انتظرش حتى الكرة تجيه داخل المربع، وإنما خرج وعمل عملية التوغل ومشى للمدافع نبيل العش، وكأني به مجدي المعلاوي يعرف اللي من نقاط قوة الدالية الرياضية بغرومباليا نبيل العش في الالتقاط، هو من أحسن لاعبي الالتقاط نشاهده فيهم أمامنا. مجدي المعلاوي نبيل العش يعني حتى من الناحية الدفاعية نحكيه في الالتقاطات الدفاعية هما من أحسن لاعبي البطولة الوطنية. زهير السنوسي لانيس بالحاج كمنسق عمليات فريق الدالية الرياضية بغرومباليا. انيس بالحاج، انيس بالحاج يعمل له عملية تقطع، نبيل العش قدامه وليد الذويبي، انيس بالحاج أرضية تمشي للياس سعيد. هذه المرة محمد أمين درجب وزهير السنوسي التسديد على السلة ويتبع وليد الذويبي، هو اللي أمن الالتقاط يحاول بشعب في الهجوم. تمريرة لمحمد حديداني خرج كرة لبرا وتسديد من وليد الذويبي على السلة ونبيل العش. نبيل العش واحدة واحدة يقول الزملاء. أنيس بالحاج، أنيس بالحاج الدفاع رجل لرجل من جانب الملعب النابل. حوارات ثنائية فما نبيل العش رجع كرة من جديد، أنيس بالحاج يمشي باتجاه المربع خرج كرة لبرا بالرجب، يشوف مليح الكرة ولكن ما تخلطش كما ينبغي للياس سعيد ويعود الامتلاك للملعب النابل. وليد الذويبي منسق عمليات فريق الملعب النابل. كيف كيف الدفاع رجل لرجل من جانب الدالية الرياضية بغرومباليا، وهذا أنيس بالحاج محاولة للتسديد على السلة فما نبيل العش وحده ياخذ الكرة توصل لأنيس بالحاج. 3-1 للدالية الرياضية بغرومباليا أمام الملعب النابلي بحساب الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة رجال. أنيس بالحاج ينتظر زهير السنوسي عاود ياخذ الكرة، أنيس بالحاج يبحث عن الحلول تحت المربع فريق الدالية الرياضية بغرومباليا. الياس سعيد، الياس سعيد قدامه نعيم مبارك الوقت الامتلاك بشوفه برجب يسدد قصير اير بول، ومحمد حديداني تبع هذه الكرة حاول بشخص الهجوم، عكس الهجوم تمشي لوليد الذويبي، وليد الذويبي، وليد الذويبي تحت المربع والياس سعيد يقتنص هذه الكرة. أنيس بالحاج من جديد، أنيس بالحاج يمشي قدامه نعيم مبارك، دفاع ممتاز من نعيم مبارك، زهير السنوسي نبيل العش في مسافة متوسطة يسدد تدخل بالسلة وتخرج، مجدي المعلاوي أمن الالتقاط وهذا وليد الذويبي. لانيس بن عبد الله، لانيس بن عبد الله محمد حديداني يسدد، فعلا يسدد براحة كبيرة. 3-4 للملعب النابلي، وهذا محمد حديدان في إعادة بالصورة البطيئة لآخر تسديدة ليه. المولعين بكرة السلة في تونس أكيد يعرفوا قوة الملعب النابلي في التسديد من بعيد مش من لاعبي الأجنحة. ممتاز ممتاز أنيس بالحاج، 8-6-4 للدالية الرياضية بغرومباليا. الناس كل تعرف اللي الملعب النابلي قوته في التسديد من بعيد إضافة إلى الأجنحة لاعبي الارتكاز نتاعو يعني يعرفوا يسدوا مليح من بعيد. مجدي المعلاوي ومحمد حديدان يعني أكيد أن المدرب زهير العياري قرا حساب للعامل هذا في المقابل. أجواء كبيرة وكبيرة برشا في قاعة رادس، جماهير غفيرة ومندفعة وراء الفرق نتاعها والدالية الرياضية بغرومباليا اللي عنده تقريبا شهر في تربص مغلق للتحضير للدورة النهائي. برشا يقولوا أنه ما فماش نسق يعني عند الدالية الرياضية بغرومباليا بحكم أنها لعبت دور نصف النهائي منذ تقريبا 3 أسابيع في المقابل الملعب النابلي اللي خاض مباريات ممتازة ضد النادي الإفريقي عنده أكثر نسق. فما شكون يقول اللي الراحة البدنية اللي ركن لها الدالية الرياضية بغرومباليا تنجم تكون عندها مفعول إيجابي. هذا اللي باش نعرفوه بعد ما نتبعوا هذا الدور النهائي. محمد حديدان أمام زهير السنوسي حاول التوغل يخرج بالكرة إلى وليد الذويبي، التسرب يلعب مع أنيس بن عبد الله،
يربح خطا لا ما فماش خطا والكره ترجع للداله الرياضيه بكرومبي. بعد اعتراض دفاعي ناجح من نبيل العش نشوفوا الملعب النابلي يخير الداله الرياضيه بكرومبي يخير دفاع المنطقه باش يحط الملعب النابلي في وضعيه صعيبه مع مطالبه بالتريث في الهجوم وهذا انيس بن عبد الله قدام وليد الزبيدي. انيس بن عبد الله يمشي بمفرده زهير السنوسي زهير السنوسي يسدد تعود من جديد لزهير السنوسي يمشي تحت المربع وممتاز جدا جميله هذه العمليه الفنيه. 8-4 زهير السنوسي لاعب سابق كذلك في صفوف الملعب النابلسي ترجع الكره للداله الرياضيه بكرومبالي. النهائي هذا يذكرني قيس بالنهائي نادي الافريقي وقت اللي بدات تترسخ تقاليد كره السله عنده ولعب دور نهائي في القبه انذاك وقدم مستوى ممتاز وخسر لكن قدم مستوى ممتاز. تذكر معايا قيس دور نهائي سنه يبدو لي 94 وانهزم نفس الوضعيه للداله الرياضيه بكرومباليا ما فماش تقاليد كبيره ناس بدات تخرم بكره السله وان شاء الله ان شاء الله نوليو نشاهدوا يعني فريق كبير في كرومباليا خاصه كي نشاهدوا جماهير كبيره كما هذه حاضره ونشاهدوا لاعبين مندفعين ويحبوا كره السله نجموا نتمناو كان التوفيق لهذا الفريق. انا متاكد انه اهالي كرومباليا واهالي نابل اكيد انهم الكل قدام جهاز التلفزه وممتاز جدا. هذا هو مجدي المعلاوي الذي تحدثنا عنه وهذه الامكانيات الفنيه والبدنيه وهذا العرض البطيء ومتعود بالادوار النهائيه مجدي. هذا هو مجدي المعلاوي امامنا على الصوره معناها لاعب كامل نجم نقول كان تبارك الله عليه بارك الله عليه فعلا. الياس سعيد الياس سعيد الياس سعيد يمشي يوصل كره لزهير السنوسي زهير السنوسي فما محمد حديدان قدامه ومحاوله التسديد وهذه المرة محمد حديدان هو اللي أمن الالتقاط يتعكس الهجوم نعيم مبارك نعيم مبارك قدامه الياس سعيد خير الطريف محمد حديدان محمد حديدان محمد حديدان ونشوف المحاصرة الرصيقة من أمين برجب على محمد برجب على وليد الذويبي والتجديد من نعيم مبارك وناجح ممتاز كما ذكرت منذ قليل يا ربيع الحلول تأتي من خارج قوس 625 استغلال عامل دفاع المنطقة بتاع الداله الرياضيه بكرومبيلي يحتم على الملعب النابلي تسديد من بعيد 9 الملعب النابلي 8 الداله الرياضيه بكرومبيلي. انيس بالحاج نبيل العش امامه مجدي المعلاوي حوار كبير باش نشاهدوه بين مجدي ونبيل. امين برجب مازال ثاني على التسديد تقطع نعيم مبارك انيس بن عبد الله ولا اعتراض والتحسب يقع احتساب يقع احتساب هذه السله الاخيره بحكم انه الكره كانت نازله في وضعيه نازله الى السله ما كانتش في وضعيه صعود امامنا الاعاده بالفعل الكره كانت نازله الى السله وذاك اللي يخلي الزوز نقاط يقع احتسابهم نفس الشيء نفس الشيء لرصيد الداله الرياضيه بكرومبيلي زوز نقاط ومعاهم خطا بعد التسديده الاخيره لانيس بالحاج اللي استرجع العديد والعديد من امكانياته في فريق الداله الرياضيه بكرومبيلي. لعب هذا استرجع العديد من امكانياته خذا اكثر ثقه في روحه لعب اكثر في الفريق هذا 11-11 مجدي المعلاوي يلعب مع وليد الذويبي الى انيس بن عبد الله محمد حديدان ممتاز ممتاز محمد حديدان ملعب النابلي في كلمه فريق كامل عنده افضل العناصر في السرعه في عكس الهجوم عنده افضل العناصر في التسديد من بعيد وافضل العناصر في اللعب تحت السله يعني محمد حديدان ومجدي المعلاوي ما فماش افضل منهم هذاك اللي يخلي ملعب النابلي فريق كامل وممتاز. تضيع الكرة تمريرة كانت أطول من اللازم محمد برجب لانيس بالحاج. الدالية الرياضية في كرومبيلي في الهجوم 13-11 قبل 3 دقائق من نهاية الفترة الأولى. 7 دقائق لعب رينا فيها مستوى طيب إلى حد الآن. هذا انيس بالحاج قدام وليد الذويبي نبيل العش يحب يامن عمليه التقاطع ثم انيس بالحاج من جديد يخرج الكره نبيل العش زهير السنوسي زهير السنوسي قدامه محمد حديدان سيره ومجدي المعلاوي يامن الالتقاط وليد الذويبي يحب يعكس الهجوم يمشي يوصل الكره لانيس بن عبد الله يخرجها لنعيم مبارك من جديد وليد الذويبي التسديد على السله ويتعكس الهجوم الياس سعيد
الياس سعيد ونقطي 13-13 قبل دقيقتين وعشرين ثانية من نهاية الفترة الأولى. 13-13 وليد الذويبي كرة طويلة محمد حديدان، محمد حديدان قدامه زهير سنوسي يمشي بمفرده وكورته تضيع ويرجع الامتلاك للدالية الرياضية بجرومبالي. رغم تغيير الوضعيات إلى حد الآن لهذا المدرب ولذاك طلب وقت مستقر. ولا مدرب قام بتغيير، نفس الخماسي، خماسي انطلاق كل فريق يكمل به في الفترة الأولى. أمين برجب، نبيل العش، أمين برجب، خطأ ضد وليد الذويبي، ضد منسق عمليات الملعب النابلي. أمين برجب، نبيل العش، أنيس بالحاج يلعب مع الياس سعيد أو أمين برجب يسدد ما ينجحش ويبقى الامتلاك لفريق الدالية، فريق جرومباليا هو 24 ثانية جديدة. زوز رميات حرة، فريق الملعب النابلي ارتكب أربع أخطاء في المجموعة، قام بالأخطاء الشخصية بتاعه زوز لوليد الذويبي، وبالتالي كل خطأ باش يرتكبه فريق الملعب النابلي باش يكلفوا زوز رميات حرة. محمد برجب ورمية حرة ثانية ناجحة، 14-15-13 للدالية الرياضية بجرومبالي. الدفاع على كامل الميدان، تغيير الدفاع هذه المرة، يرجع من جديد الملعب النابلي في الامتلاك. وليد الذويبي خرج الكرة لنعيم مبارك يعمل عملية التمويه ثم يسدد نقطتين. موسم كبير قاعد يقوم به نعيم قائد فريق الملعب النابلي، هاو أمامنا على الصورة وزوز نقاط للملعب النابلي والتعادل من جديد 15-15. أنيس بالحاج يحاول التسديد، ممتاز، وثلاثة نقاط. هذه الرمية الحرة التسديدة الثلاثية الثانية الناجحة لأنيس بالحاج. 18-15 الملعب النابلي من جديد في عملية هجومية ودفاع منطقة، مشي بالكرة عند الانطلاق من وليد الذويبي. هشام الكناني يقول مشي بالكرة عند الانطلاق من وليد الذويبي. وطارق التيمومي باش ياخذ مكان يبدو لي وليد الذويبي، نشوف فيه يستعد للدخول. وليد الذويبي عنده زوز اخطاء شخصية وقليل وين شاهدنا خماسي الملعب النابلي يلعب وليد الذويبي وطارق التيمومي في نفس الخماسي، وذاك اللي خلينا نتوقعوا دخوله مكان وليد الذويبي بعد لحظات. كذلك دخول امين رزيق، امين رزيق وطارق التيمومي بصدد الاستعداد للدخول الخماسي الاساسي الملعب النابلي. في الاثناء مجدي المعلاوي هو النقطة 17 لفريق الملعب النابلي بطل تونس. انيس بالحاج مازالوا 20 ثانية على نهاية الفترة الأولى. انيس بالحاج يمشي بمفرده على المربع أطول من اللازم، ثم وليد الذويبي ياخذ الكرة هذه يمدها لنعيم مبارك، نعيم مبارك يقول لهم شوفوا الوقت مازالوا تقريبا 8 ثواني. انيس بن عبد الله يوصل الكره لنعيم مبارك، مجدي المعلاوي على القوس وثلاثيه ينهي بها الفتره الاولى 20-18. اسبقيه للملعب النابلي امام الداله الرياضيه في جرومباليا في مباراه لن اقول تبدو واعده ولكن متاكد انها ستكون واعده. وهذه السله الاخيره، ايه اجمل اللقطات بعد 10 دقائق لها.
تتابعوا السادة المشاهدين الكرام اللي التحقوا بنا على الفضائية تونس 7 ان في نقل مباشر للقاء دور النهائي لكاس تونس لكرة السلة. عناصر الدالية الرياضية بقرنبيل اللي ما قصروش في الدقائق العشر الاولى امام الملعب النابلي ودخول امين رزيق وطارق التيمومي ونزار كنيوة في الخماسي الاساسي للملعب النابلي. ثلاثة تغييرات مع الابقاء على نعيم مبارك ومجد المعلاوي في الخماسي الاساسي في حين زهير العياري يبقى على الخماسي نفسه اللي كان بدا به المباراة. كيف ستكون الفترة الثانية بعد ثلاثة تغييرات في وقت واحد ربيع؟ النزاع الهجومية الكبيرة اللي تميزت أداء مجد المعلاوي ونعيم مبارك اللي خلت المدرب نتاعهم ما يغيرهمش مع انطلاقة الفترة الثانية. أمين رزيق والتوغل يمشي للسلة، أمين رزيق يلعب مع طارق التيمومي ويفشل، والهجوم المعاكس أمين بن رجب، أمين بن رجب يربح الخطأ مع النقطتين، يربح الخطأ مع النقطتين. أمين بن رجب تسابق وتلاحق مع انطلاقة هذا الدور النهائي لكرة السلة رجال. نذكروا لنادي صفاقسي فاز في المباراة الأولى بالنسبة للدور النهائي سيدات على حساب نادي شرطة المرور، والآن الدور النهائي بالنسبة للرجال بين الدالية الرياضية بقرنبيليا والملعب النابلي، وانتجة 20-20 قبل 9 دقائق و40 ثانية من نهاية الشوط الأول، والامتلاك يبقى للدالية الرياضية بقرنبيليا. أمير برجب، نبيل العش، أنيس بالحاج مع طارق التيمومي، أنيس بالحاج يحاول يعمل تسرب، تبقى الكرة للدالية الرياضية بقرنبيليا. نبيل العش، الياس سعيد، أنيس بالحاج، مازالوا 7 ثواني على نهاية التوقيت المخصص للهجوم، يلعب مع نبيل العش تحت السلة، يلزم الدالية الرياضية بقرنبيليا تسدد قبل ما ينتهي التوقيت، بالفعل سدد وترجع الكرة لفايت الملعب النابلي. دفاع قوي من الملعب النابلي، اقل ما يمكن ان نقولوه انه دفاع قوي برشا من الملعب النابلي، خلى خماسي الدالية الرياضية بقرنبيليا ما يلقاش الحلول تيلة 24 ثانية، وبالتالي اخذ الاسبقية، اسبقية الكرة والامتلاك. مجدي المعلاوي يمشي للتسرب، يربح الخطأ، يربح الخطأ مجدي المعلاوي مع النقطتين، ويبدو لي الرمية الحرة بالفعل، رمية حرة واحدة بحكم أنه مجدي المعلاوي نجح في العملية نتاعه وسجل زوز نقاط. الخطأ الشخصي الثاني لنبيل العش وعشر نقاط، وهذه النقطة 11 لمجدي المعلاوي إلى حد الآن، يعني نصف ما سجله فريق الملعب النابلي تقريبا. 23-20 أنيس بالحاج، أنيس بالحاج قدام طارق التيمومي، وصل الكرة للياس سعيد على المربع، فعلا على المربع ونقطتين، على المربع ونقطتين للدالية الرياضية بقرنبيليا. 23-22 طارق التيمومي، أمين رزيق اللي استرجع كامل إمكانياته في الأسابيع القليلة الماضية، طارق التيمومي، طارق التيمومي قدام أنيس بالحاج، يوصل الكرة لأمين رزيق، أمين رزيق يحب يلعب على السلة، يعاود يسترجع الكرة من جديد أمين رزيق. يخرج الكرة لطارق التيمومي، امتلاك جديد، هذا مجدي المعلاوي قدامه الياس سعيد، مجدي المعلاوي، مجدي المعلاوي في حوار مع الياس سعيد، ويبقى الامتلاك للملعب النابلي، مازال فيه 16 ثانية هذا الامتلاك في هذه العملية الهجومية. الامتلاك للملعب النابلي وكالعادة طارق التيمومي باش يرجع الكرة للاعب. طارق التيمومي ترجع الكرة لنزار كنيوة، لأمين رزيق تحت المربع قدامه نبيل العش، الكرة لنزار كنيوة، طارق التيمومي حاول التسديد، ايربول فما أمين رزيق وفما زهير سنوسي، زهير سنوسي ياخذ الكرة هذه يوصلها لأنيس بالحاج، أنيس بالحاج حب يخرج الكرة ولكنها خاطئة لأمين رزيق، يتعكس الهجوم 3-2 ونبيل العش من غير ما يرتكب الخطأ في مرة أولى وفي مرة ثانية أمن الالتقاط، حوار على الكرة وزهير سنوسي ولكن امين رزيق يخوى هذه الكره وانيس بالحاج هو اللي يرتكب الخطا، انيس بالحاج هو اللي يرتكب الخطا، ويبقى الامتلاك للملعب النابلي 23-22 وهو الخطا الشخصي الاول لانيس بالحاج. 7 دقائق 42 ثانيه هو الوقت المتبقي على نهايه الشوط الاول، وهي الاعاده بالصور البطيئه للحوار الاخير.
وهذا خطأ أنيس بالحاج على أمين رزيق اللي استمات على كورته ودافع عليها حتى للآخر. نزار كنيوي يولي منسق عمليات باعتبار تغيير المراكز بينه وبين طارق التيمومي. مجدي المعلاوي يسدد، هو ثلاثة نقاط من مجدي المعلاوي. أنيس بالحاج يصعد بالكرة 26-22 للملعب النابل. محمد برجب، نبيل العش، محمد برجب من جديد يحب يوصل كرة أرضية وفما خطأ ضد طارق التيمومي، والامتلاك يبقى للدالية الرياضية بقرومباليا. 7 دقائق 11 ثانية ما زالوا على نهاية الشوط الأول. 26 الملعب النابلي، 22 الدالية الرياضية بقرومباليا، في مباراة إلى حد الآن مستواها طيب. فات كل وعودها إلى حد الآن ولا حدود الدقيقة 7 في الفترة الثانية، وفات كل وعودها. 26-22 لفريق الملعب النابلي والهجوم للدالية الرياضية بقرومبيل. أنيس بالحاج زهير السنوسي، أنيس بالحاج من كاثانيكال يفشل، والمتابعة من عمل الصعيب نبيل العش، عمل الصعيب وخذ الالتقاط الهجومي أمام مجدي المعلاوي، لكن تفلت من يده الكرة هذه ويعود الامتلاك عن طارق التيمومي. نزار كنيوة، طارق التيمومي، مجدي المعلاوي يمشي للتسرب ويعمل يربح خطأ ضد زهير السنوسي، يربح خطأ مجدي المعلاوي. مجدي المعلاوي اللي أصبح ما عادش يقوم بالأداء كلاعب ارتكاز كلاسيكي، أصبح في بعض الأحيان جناح قوي، يعني يخرج ويأخذ هو الكرة ثم يمشي للتوغل، وهكاك عنده أكثر أمل لربح الأخطاء. كي نعرفوا اللي نبيل العش يعتبر قوة ضاربة في دفاع الدالية الرياضية بقرومباليا، وقوة ضاربة في الالتقاط الدفاعي والهجومي. نفهموا علاش مجدي المعلاوي يعني ما يعطيش بظهره لنبيل العش، وإنما يأخذ الكرة البرة ويمشي له يعني رجل لرجل لمحاولة كسب الأخطاء، وناجح في التكتيك هذا إلى حد الآن. حكم أنه نبيل العش يبدو لي عنده زوز أخطاء شخصية، متأكد أنه عنده زوز أخطاء شخصية، وهذه النسب بالنسبة لثلاثة نقاط نسب تعتبر طيبة على الأقل مع بداية المباراة. 50% لكل فريق في التسديد من المسافات المتوسطة، و 67% للملعب النابلي في الرمية الحرة، في حين لم نجم نقول يخفق إلا في مرة واحدة فريق الدالية الرياضية بقرومباليا عند الرمية الحرة والأخطاء. 6 للملعب النابلي، 4 للدالية الرياضية بقرومباليا. الملعب النابلي 6 أخطاء منهم زوز لوليد الزويبي، والدالية الرياضية بقرومباليا منهم زوز لنبيل العش. المدرب نجيب بن زيد اللي مكن الملعب النابلي من الحصول على أول بطولة بعد 10 سنوات كاملة، ما حصلش الفريق هذا على البطولة، تمكن مع مدربه هذا من الإحراز على بطولة هذا الموسم. في الأثناء زهير العياري طلب من صلاح الدين الفرشيشي القيام بالعمليات التسخينية، أكيد باش يفكر في إقحامه قبل انتهاء الشوط الثاني. كصانع ألعاب نعرفوا صلاح الدين الفرشيشي من نقاط قوته التسرب، ربح الأخطاء، وكذلك تحضر عنده الفورمة التسديد من المسافات البعيدة لا سيما الثلاثة نقاط. قول أنيس حديدان مكان نعيم مبارك اللي ارتكب لها الخطأ الشخصي الثاني منذ لحظات. أنيس بالحاج ثم مرة أخرى الياس سعيد في عليه الكرة، نبيل العش يحاول التسديد كما جات في الحقيقة. أمين رزيق، طارق التيمومي، لأنيس حديدان، نزار كنيوة يمشي باتجاه المربع، ممتاز جدا الاندفاع بتاع نزار كنيوة. من اكتشافات هذا الموسم جناح الملعب النابلي. أنيس بالحاج دفاع متماسك من جانب الملعب النابلي. الياس سعيد قدمه أنيس حديدان، محمد برجب
محمد برجب. محمد برجب يحاول التسديد من خارج القوس وينجح. بل ثانية قيس ينجح. مونير بن يوسف الحكم يقول ثلاثة نقاط 28-25 يذلل بهم الفارق. هذا نزار كني والطرق التيمومي. انيس حديدان لامين رزيق ومعاه نبيل العش. امين رزيق ويتبع الكرة هذه نبيل العش ويأمن الالتقاط. الياس سعيد. الياس سعيد. الياس سعيد قدامه انيس حديدان. توصل الكرة لانيس بالحاج. انيس بالحاج. انيس بالحاج. زال 4 ثواني قيس. يخسر كورتو دالي رياضي بجرومباليا والهجوم المعاكس. طارق التيمومي مع زهير سنوسي. الخطأ مع زوج نقاط. دالي رياضية بجرومباليا تعرف تصبر في الهجوم في الحقيقة، يعني تلعب تقريبا حتى 18 و20 ثانية في الهجوم لجعل الدفاع الملعب النابلي يتعب شوية يعني عند القيام بعملية الدفاع. يعني هذاك علاش نشاهدوا في الهجوم المركز دالي رياضي بجرومباليا يدور مليح الكرة وينتظر حتى ال 20 و21 و22 ثانية ثم التسديد. مرة هذه خسر الكرة نتاعو ورجعت هجوم معاكس ممتاز من الملعب النابلي. وترك التيمومي اللي سجل زوج نقاط ومعهم خطأ ومعهم رمية حرة ناجحة تخلي الملعب النابلي عنده 31 نقطة والدالي رياضي بجرومباليا 25، يعني 6 نقاط أسبقية لفريق عاصمة الفخار. الياس سعيد معاه محمد حديدان. التسديد مصلحة الفرشيشي يفشل. ترك التيمومي مباشرة إلى نزار كنيوة والخطأ. الخطأ من اللاعب إن شاء الله لاباس الزوز ملاعبية قبل كل شيء. هذا أنيس حديدان قام لاباس والياس سعيد هو اللي قعد ملقى على أرضية القاع إن شاء الله يقوم لاباس. سريع أنيس حديدان والخطأ من الياس سعيد. نتمنى له الشفاء العاجل من المع عناصر الدالية الرياضية بجرومباليا. فما وسام القاسمي كذلك قاعد يقوم بالحركات التسخينية. اللاعب السابق للنادي الافريقي او امامنا ياس سعيد باش يتم تعويضه. ضربة في الركبة مهم لاباس. شو الصورة الأجمل مجدي المعلاوي هزز ولد جرومباليا. معلومة ولد جرومباليا مجدي المعلاوي هزز زميله الياس سعيد يعطيه الصحة. صورة جميلة وجميلة جدا باش يوصلوا إلى بنك البدلاء. رمية حرة أنيس حديدان وينجح. هو من المفروض رمية حرة واحدة لأنه تسجلت قبيل السلة تم إلغاها لأن الكرة كانت اللوط. ما تحسبتش السلة ذاك علاش سدد مرتين. طارق التيمومي رغم قصر قامته يمشي للالتقاط لكنه ما ينجحش. وفما أنيس بالحاج في مهام تصعيد الكرة. أنيس بالحاج يلعب مع صلاح الفرشيشي يصبح جناح صلاح الفرشيشي ويترك مهام التنسيق لأنيس بالحاج. زهير سنوسي ثلاثة نقاط ما ينجحش. المتابعة تنتهي للملعب النابلي لنزار كنيوة تحديدا إلى طارق التيمومي يلعب مع أنيس حديدان. الهجوم المعاكس يرجع لطارق التيمومي. مجدي المعلاوي خماسي متجدد الآن في صفوف الملعب النابلي بوجود كنيوة وأنيس حديدان وطارق التيمومي. أنيس بالحاج في الأثناء قلنا دخول أسامة القاسمي وصلاح الدين الفرشيشي. وإراحة نبيل العش وخروج الياس سعيد الإصابة. زهير سنوسي يربح خطأ ضد مجدي المعلاوي. تشوفوا الإشارة متاع الحكم. الخطأ ضد طارق التيمومي وهو الخطأ الشخصي الثاني. والزوز رميات حرة لزهير السنوسي. هو أمامنا الياس سعيد
الطبيب الدالي الرياضي بغرمبيليا وايضا الطبيب المركز الوطني للطب وعلوم الرياضه رفيق المنقعي يامن الاسعافات اللازمه ونرجو له العوده السريعه. زهير السنسي يدلل الفارق 32-27، 5 نقاط فارق للملعب النابلي امام الدالي الرياضي بغرمبيليا. نزار كنيوة ارضيه لليس حديدان ينتظر طرق التيمومي، كرة تدور بصورة سريعة، محمد حديدان قدام زهير السنوسي، التسديد من نزار كنيوة على السلة ومحمد حديدان يأمن الالتقاط ويبقى الامتلاك للملعب النادي. بعد نجم نقول ما خذا زهير السنوسي اللي أمامنا على الصورة مكانه في مركز لاعب ارتكاز تحت المربع بعد خروج نبيل العش. باش يتعب شوية الدالي الرياضي بغرومبيليا في مهام الالتقاط بعد خروج نبيل العش ووجود محمد حديدان ومجدي المعلاوي في الخماسي الأساسي الملعب النابلي. باش يتعب شويه الدالي الرياضي بغرومبيليا وباش يحاول الاعتماد خصوصا على عمليات البلوك واخراج لاعبي الارتكاز من داخل المنطقه لتسهيل الالتقاط لزملائهم. 33-27 والتقدم دائما لبطل تونس الملعب النابلي. 34-27 سبع نقاط اسبقيه للملعب النابلي. وذلك قبل دقيقتين 56 ثانيه من نهايه الشوط الاول. انيس بالحاج أنيس بالحاج توصل الكرة لأسامة القاسمي، أسامة القاسمي ينتظر أسامة القاسمي قدامه محمد حديدان يحاول بمفرده يمشي باتجاه المربع واعتراض ممتاز جدا من مجدي المعلاوي وسليم. شنو أفضل العروض الفنية في كرة السلة أمامنا الإعادة؟ مجدي المعلاوي عملهم حتى الآن قبل نهاية الشوط الأول، يعني عمل عملية دانك، عمل عملية اعتراض دفاعي، لاعب ارتكاز وسدد ونجح من 3 نقاط في شوط واحد، عمل كل شيء مجدي المعلاوي. الامتلاك من جديد للدالي الرياضي بغرومبيليا قبل دقيقتين 40 ثانية من نهاية الشوط الأول. زهير السنوسي يخلي الكرة لأنيس بالحاج، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج قدمه مجدي المعلاوي، خرج كرة لزهير السنوسي من خارج القوس وينجح. جميلة هذه السلة لزهير السنوسي. 3 نقاط 34-30 والحوار يبقى مفتوح. أنيس حديدان يتردد في التسديد ويرجع الكرة من جديد لطارق التيمومي لمحمد حديدان. محمد حديدان، محمد حديدان تحت المربع لنزار مجدي المعلاوي والاعتراض هذه المره من زهير السنوسي. زهير السنوسي فما مشي بالكوره، فعلا مشي بالكوره، شاف مليح هشام الكناني هذه العمليه ومشي بالكوره بعد ما امن الدالي الرياضي بغرومبيليا الدفاع يخسر كورته في الهجوم وتعود من جديد للملعب النابلي اللي غير 4 لاعبين وابقى فقط على مجدي المعلاوي ما خرجش بالكل في حين محمد حديدان دخل وخرج. وهذا نزار كنيوة يحب الأرضية تضرب في ساق الساحة البرشيش وتخرج ويبقى الامتلاك الملعب النابلي في 18 ثانية أقبل دقيقتين قد قد من نهاية الشوط الأول. 34-30 أنيس حديدان طارق التيمومي قدام أنيس بالحاج يمشي باتجاه المربع ويربح خطأ، يربح خطأ، خطأ ضد أنيس بالحاج من الدالي الرياضية بغرومبيليا وهو الخطأ الشخصي الثاني لأنيس بالحاج. نجيب بن زايد يحاول الاعتماد على نفس التكتيك يعني اللي لعب به الدور النهائي في البطوله ضد النادي الافريقي قيس، يعني استغلال جميع عناصر بنك البدلاء بحكم انه كل لاعب في الملعب النابلي نجم يكون اساسي، كل لاعب ينجم وكان اساسي على طول الموسم، وكل لاعب ينجم يعطي الاضافه ويسجل عند ما يدخل. الداليه الرياضيه بغرومبيليا صحيح عندها خماسي اساسي قوي، صحيح عندها لاعب او اثنين او ثلاثه ينجموا يدخلوا في وسط المباراه، لكن الحلول التعويضيه الملعب النابلي اقوى، وذاك علاش نجيب بن زايد يحاول انه يثري التغييرات نتاعه ويتدخل برشا ملاعبيه في وسط الشوط الاول لاراحه اللاعبين الاساسيين نتاعه لاتعاب الفريق المنافس، وباش يلقى الخماسي الاساسي نتاعه حاضر خصوصا في نهايه المباراه. والملعب النابلي كان كسب العديد من اللقاءات هذا الموسم في الفتره الرابعه خصوصا. زهير السنوسي يدخل تحت المربع ويسجل 2 نقاط 36-32. طارق التيمومي كره تدور بصوره سريعه بين عناصر الملعب النابلي. أنيس حديدان، أنيس حديدان، محمد حديدان قدام مصطفى الفرجيش يوصل الكره لنزار كنيوة تحت المربع. ثم زهير السنوسي يحبوا يعكسوا الهجوم، لا، ثم أنيس حديدان ياخذ هذه الكره توصل لمجدي المعلاوي قدام زهير السنوسي واعتراض وخطأ ضد زهير السنوسي، خطأ ضد زهير السنوسي بإشارة من هشام الكناني حكم هذه الحكم في هذه المباراة هو الخطأ الشخصي الثالث لزهير السنوسي لمن سيلتجأ مدرب الدالي الرياضية بغرومبيليا ويسأل في الأثناء على صحة الياس سعيد.
مجدي المعلاوي ينجح في الرمية الحرة الأولى. 37-32 وينجح في الرمية الحرة الثانية. 38-32 والفارق يرجع من جديد 6 نقاط. سلاح الفرشيشي في مركز واحد كمنسق عمليات قدام ونيس عديدان. سلاح الفرشيشي الزهير سنوسي يسد عسل فما مجدي المعلاوي يلتقط هذه الكرة وصل لطرقة تيمومي. طرقة تيمومي ممتاز لنزار كنيوة ونقطين نقطين للملعب النابل. ونشوف في مدرب الدار الرياضيه بجرومبيري يطلب وقت مستقطع للتوقف القادم. اعلى فرق بلغوا الملعب النابي قيس 8 نقاط. 40-32 قبل 32 ثانيه، 40-34 الان بعد السله الاخيره، وقبل 26 ثانيه من نهايه الشوط الاول الداليه الرياضيه بجرومبيريا يحاول الرجوع في اللقاء. في المقابل ملعب النابلي يلعب بذكاء كبير كما العاده مع محمد حديدان ومجدي المعلاوي، القوة الضاربة لفريق عاصمة الفخار واللي أبلاه البلاء الحسن إلى حد الآن. يبدو لي مجدي المعلاوي باستثناء مجدي المعلاوي كل اللاعبين نجم يعوضهم نجم الزايد إلا مجدي المعلاوي بحكم حضوره البدني والذهني الكبير في مثل هذه اللقاءات. أجمل صور الفترة الثانية. كيفاش يرى يحاول انه يتاقلم مع مثل هذه الوضعيات وبالتالي يبحث عن الحلول. الثواني الاخيره من هذا الشوط الاول، التقدم 42-34 لفريق الملعب النابلي امام الداله الرياضيه بجرومبيريا اللي رغم الفارق ما بياخذوا الفريق الملعب النابلي الا انه الى حد الان نجم نقولوا ماهوش مقصر بالكل في العشرين دقيقة الأولى إلا بضعة ثواني ربيع. وتعرف في كرة السلة يمكن أكثر رياضة يكون فيها دور المدرب على البنك أثناء اللعب قوي ويكون فيها دوره يعني كبير برشا، يعني المدرب في كرة السلة كأنه لاعب في الحقيقة. 13 ثانية على نهاية الشوط الأول. سلاح الفرشيشي وصل الكرة لنيس بالحاج. أنيس بالحاج مجاله 5 ثواني. أسامة القاسمي يحسر حسر روحه نجم نقول فريق الرياضة بجرومبيريا، ونهاية الشوط الأول بتقدم فريق الملعب النابلي على الدالة الرياضية بجرومبيريا 42-34. نلتقي مع بداية الشوط الرياضية بجرومبيريا وانتيجة 34 الدالة الرياضية بجرومبيريا 42 الملعب النابلي، والامتلاك حاليا للملعب النابلي. أنيس حديدان إلى مجدي المعلاوي، تغيير في صفوف تشكيلة الدالة الرياضية بجرومبيريا، وهذا مجدي المعلاوي تحت المربع يتواصل الحوار. طارق التيمومي أنيس بودن يدخل في الخماسي الأساسي، يبدأ به زهير العيار. هذه الفترة الثالثة لمحاصرة محمد حديدان، وهذا المجدي المعلاوي تعليق من كل رقابة وتعود من جديد. نزار كنيوة نزار كنيوة طارق التيمومي وصل كرة لمحمد حديدان. محمد حديدان قدام زهير سنوسي تخرج كرة لبرا لطارق التيمومي. أنيس حديدان من جديد تحت المربع وفما خطأ، خطأ ضد سلاح الفرشيشي أمام أنيس حديدان، والامتلاك باش يكون للملعب النابلي. الكرة ترجع من جانب الميدان. نزار كنيوة لطارق التيمومي. طارق التيمومي لأنيس حديدان. أنيس حديدان ثم نزار كنيوة ترجع من جديد لأنيس حديدان قدامه محمد برجب في محاصرة. سلاح الفرشيشي حاب يقص الكرة، مازالوا 9 ثواني في الامتلاك. طارق التيمومي وديع للملعب النابلي بعد دفاع قوي من جانب الدالة الرياضية بجرومبيريا. 42-34 هي نتيجة الشوط الأول ولا تغيير في النتيجة إلى حد الآن. الأسبقية دائما للملعب النابلي وهذا محمد برجب، في حين بالنسبة لياس السعيد اللي كان تعرض للإصابة في الفترة الثانية وأنه يصعب جدا وأنه يرجع من جديد بعد الإصابة اللي تعرض لها. وهذا محمد رجب يحاول التسديد على السلة وطارق التيمومي مشاكس الهجوم
عملية فنية، يحب يخرج من الرقابة. محمد برجب، محمد أمين برجب، ثم محمد حديدان. محمد حديدان توصل الكرة لأنيس حديدان من خارج القوس، اير بول، كرة قصيرة. محمد حديدان تحت المربع، وفما زهير سنوسي، وفما ثلاثة ثواني، ثلاثة ثواني تحت المربع. سلاح الفرشيشي، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج قدام طارق التيموني. محمد حديدان يخرج، أنيس بالحاج دائما عنده الكرة، مازالوا تسعة ثواني، ثمانية ثواني. سلاح الفرشيشي هو اللي يخرج قدام أنيس حديدان، يأمن في الرقابة، ممتاز جدا التمرير. وبودن يسجل، أنيس بودن يمضي على أولى النقاط الشخصية في رصيده، والنقطة 36 لفريق التالي الرياضي بكرومباليا. والامتلاك يعود الملعب النابلي مع محمد حديدان، يحاول المرور إلى مجدي المعلاوي، التسرب يربح خطأ ضد أنيس بودن، الخطأ ضد أنيس بودن لفايت مجدي المعلاوي. أمامنا هذا اللاعب اللي يدخل كأساسي في الخماسي الخاص بزهير العياري مدرب الدالية الرياضية بكرومباليا، اللي بجهوده وجهود الهيئة المديرة وجماهير الفريق مكنوا الدالية الرياضية من الوصول إلى الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، وهذا في حد ذاته تتويج لهذا الفريق اللي يلعب أمام شكون، أمام بطل تونس لهذا الموسم، الملعب النابلي اللي أمتعنا بمردود متميز هذا الموسم في البطولة وكذلك في سباق الكأس. ملعب النابلي، محمد حديدان، والنقطة 45 للملعب النابلي، 36 للدالية الرياضية بكرومباليا. وأنيس بالحاج في التنسيق، أنيس بالحاج أمامه محمد حديدان وتارك التيمومي، يلعب مع زهير السنوسي، ينجح، أداء متميز لزهير السنوسي إلى حد الآن. وترك تيمومي في مهام التنسيق إلى محمد حديدان، ترك تيمومي تقطع هذه الكرة لفائت من، إشارة واضحة للمدرب للحكم هشام الكناني. الامتلاك لفائت الملعب النابلي، نزار كنيوة حاول يمرر لأنيس حديدان لكن فكي قطع الكرة من زهير السنوسي. تارك تيمومي، نزار كنيوة حاول مرور مفرده، حاول كسب الأخطاء الملعب النابلي في الدقائق الأخيرة، حاول المرور والذهاب للتواغل وربح الأخطاء. هو الخطأ الشخصي الرابع لأنيس بالحاج منسق عمليات فريق الدالية الرياضية بكرومباليا، من أفضل عناصر الفريق إلى حد الآن. وكأن ابن نبيل العش باش يرجع للخماسي الأساسي، يخرج أنيس بالحاج يولي منسق عمليات سلاح الفرشيشي. واضح. مجدي المعلاوي يمشي قدام أنيس بودن، والخطأ الشخصي الثاني لأنيس بودن رقم ثمانية. هذه إشارة منير بن يوسف إلى الخطأ. ممتازة جدا هذه التمريرة والعودة في اللعب. كرة أرضية لنزار كنيوة لسجل زوز نقاط، 47-38. أنيس بالحاج، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج يمشي، وصل الكرة لأنيس بودن يسجل ثلاثة نقاط، ثلاثة نقاط. جميلة جدا هذه السلة من أنيس بودن. طارق التيمومي سريع لأنيس حديدان، أنيس حديدان يرجع الدالية الرياضية بكرومباليا في دفاع المنطقة من جديد. محمد حديدان، طارق التيمومي يسدد، والاجابه فوريه بعد عمليه هجوميه واحده. الاجابه تاتي من طارق التيمومي، 47. من على طراز قايس طارق التيمومي، عمليه والاسنيه يعني قدم في اداء متميز شيء الكثير طارق التيمومي. انيس بالحاج من جديد كمنسق عمليات فريق الدالية الرياضية بكرومباليا باربع اخطاء شخصيه. قدم وصل الكره لسلاح الفرشيشي، سلاح الفرشيشي يحب عمليه فنيه مد الكره وتغيير. أنيس بالحاج فعلا هو اللي يخرج، يدخل نبيل العش، وسلاح الفرشيشي يولي منسق عمليات في صفوف الملعب النابلي بعد أربع أخطاء شخصية. خمسة دقائق تقريبا لعب،
50-41 للملعب النابلي امام الدالي الرياضي بجرونفال. بودن لعب ارتكاز ثاني مع نبيل العش على الاجنحه، نلقاو امين بن رجب وزهير السلوسي وفي التنسيق صلاح الدين الفرشيشي، وهو المكان المحبذ لهذا، يرتاح اكثر كي يلعب منسق عليه اكثر من يكون جناح. نشوفوا النجاعة تحضر ولا لصلاح الدين الفرشيشي في هذا المركز. ممتازه العمليه الاخيره التاليه الرياضيه بجرونفال 52-43. تارك التيمومي يسار كنيوة، تقطع هذه الكرة من صلاح الدين الفرشيشي. وأول دخول نجم نقولوا لأنيس بن عبد الله في خماسي نجيب بن زيد في هذه الفترة، في هذه الفترة الثالثة، يعني ما أنت صف هذه الفترة يعول على أنيس بن عبد الله باعتبار وأنه فما فكرة ربما نية البحث عن الهجومات المعاكسة. ممتاز، جميلة جدا هذه العملية الفنية من محمد تحديدين. تعرف قيس الخماسي الأساسي بتاع الدالي الرياضية بجرونفال أصبح بطيء شوية بوجود نبيل العش وكذلك بودن، يعني يرزن شوية الخماسي على هذاك، يحب يستغل العامل هذا الملعب النابلي لعكس الهجوم. تبقى الكرة للدالي الرياضية بجرونفال. جماهير الملعب النابلي الحاضرة بكثافة شأنها شأن جماهير الدالية الرياضية بجرونفاليا في حفل كرة السلة وتوديع هذا الموسم الرياضي الخاص بهذه الرياضة، موسم الرياضي الخاص بكرة السلة في هذا الدور النهائي. ذكروا النادي السفيقسي فاز بالكأس منذ قليل بعد انتصاره على نادي شرطة المرور وحرزوا على الثنائي. وبالنسبة للفتيان أمامنا مباشرة على قناة تونس 7 الدور النهائي بين الملعب النابلي والدالي الرياضية بجرونفاليا. صلاح الدين الفرشيشي يعمل تمريرة ممتازة، 7 نقاط في رصيد دانيس بودن، 7 نقاط إلى حد الآن في رصيد دانيس بودن و 45-54. ترك التيمومي دانيس بن عبد الله يلعب مع مجدي المعلاوي، يخرج بالكرة إلى محمد حديدان، تقطع برجب يبحث عن الحلول، خير لعب مفرده برجب، يخسر كورته، يخسر كورته، تارك التيمومي بسرعه تارك التيمومي يمشي الهجوم المعاكس، انيس بن عبد الله الى مجدي المعلاوي، يربح الخطا ضد انيس بودن. والعمليه الاخيره ممتازه برشا للملعب النابلي، رغم انه تارك التيمومي كان ينجم يمشي بمفرده لكن القاها سهله برشا بشكل مفرده، خير لعب التمرير على الاقل لمجدي المعلاوي يضمن السله وينجم يضمن معها الخطا، وهذاك الذكاء الكبير نتاع تارك التيمومي. وهو الخطا الشخصي الثالث لنيس بودن اللي كنت تحدثت عليه منذ قليل ربيع، وقلت عنده نجاعه، سجل 7 نقاط مع دخوله في هذه الفتره الثالثه، ويرتكب 3 اخطاء شخصيه، الاكيد وانه باش تتقلل نجاعته اساسا الدفاعيه قبل نجاعته الهجوميه، مقابل نجاعه هجوميه كبيره لمجدي المعلاوي اللي معانا على الصوره 22 نقطه كامله في رصيده الى حد الان، وقد تكون النقطة 23 خصوصا مع 4 أخطاء شخصية في رصيد نبيل العش، مع خروج الياس سعيد بداعي لإصابة، مع بقاء أنيس بالحاج على بنك البدلاء اللي عنده 4 أخطاء شخصية، هذا الكل يعقد شوية أمور زهير العياري مدرب الدالية الرياضية بجرونفاليا. لكن إلى حد الآن اللي موجودين كخماسي أساسي ما همش مقصرين، يلعبوا ند لند مع الملعب النابلي وقلصوا الفارق إلى حدود 8 نقاط 55-47. مجدي المعلاوي، طارق التيمومي، انيس بن عبد الله، انيس بن عبد الله توصل الكره لنزار كنيوه هذه المره، هو 3 نقاط نزار كنيوه وسله ثلاثيه 3 نقاط 58-47 والاعاده بالصوره البطيئه للسله الاخيره. لاعب بوليفالون يعني متعدد المراكز، كنيوه ينجم يلعب منسق وينجم يلعب على الاجنحه ويحقق التسديد وكذلك التوغل. يربح خطا نبيل العش بذكاء كبير، يربح 2 نقاط ويربح معهم الخطا 58-49 وامكانيه تقليص الفارق الى 9 نقاط بعد ما كان 12 نقطه. اول راحه لمجدي المعلاوي اللي يمشي لبنك البدلاء ويدخل امين رزيق، وايضا انيس بودن باش يستحفظ عليه مدربه بعد 3 اخطاء شخصيه يرجعوا للبنك ويدخل من جديد اسامه القاسمي، ونبيل العش بالرميه الحره ويامن الالتقاط من رزيق. طارق التيمومي، طارق التيمومي الى نزار كنيوه، نزار كنيوه، نزار كنيوه كان قدام مصلاح الفرشيشي، طارق التيمومي يحاول التسديد من خارج القوس، ونبيل العش ياخذ الكره هذه
ممتاز جدا نبيل العش يستحفظ على كورته. نقاط كوتو قيس الالتقاط نبيل العش معروف. في المقابل ما عندوش نجاح كبيره في الرميات الحره. سله جميله جدا فيها عمل جماعي بين ثلاثة لاعبين في النهاية. أمين رزيق تحت المربع وزوز نقاط للملعب النابلسي 60-49. سلاح الفرشيشي، سلاح الفرشيشي لزهير السنوسي قدامه أمين رزيق. نبيل العش مع محمد حديدان وتضرب في السلة من داخل وتخرج. محمد برجب، محمد برجب ترجع من جديد. سلاح الفرشيشي يحاول التسديد من خارج قوس 625 وسام القاسمي يتبع وسام القاسمي هذه العمليه. انيس بن عبد الله يحب يعكس الهجوم، لا يا ترى طارق التيمومي نزار كنيوه. يعني الكره مازالت في الهواء وما تنجمش تتنبا بالطريقه اللي باش تاخذه بعد التسديد كي تضرب على السله. وعرف يعني يسبق الاحداث، عرف يمشي من المكان اللي توقع ان الكره ترجع منه. خذا التقاط هجومي او الاعاده، هاي الاعاده ممتاز برشا قدام امين رزيق وقدام انيس بن عبد الله بسهوله كبيره. يصعد الفوق بالكداء وياخذ الكره وامامنا اجمل الصور الى حد الان. توصيات اكثرها نتوقعها معنويه من زهير العياري كما قلنا بعد اصابه الياس سعيد وبعد الاخطاء الشخصيه بالجمله بعد الفارق اللي خذاه الملعب النابلي. اكيد ان زهير العياري باش تكون توصياته اكثر يعني من الناحيه المعنويه لرفع معنويات فريقه يعني واقناعه انه ينجم يرجع في اللقاء. في المقابل ملعب النابلي وفيه سمعته وفيه الاداء، خبره كبيره، تحكم في كل الوضعيات، بنك بدلاء، فريق بطل تونس يعني قدم في اداء ممتاز، عنده افضل العناصر في تونس. صلاح الدين الفرشيشي، نبيل العش، المتابعه تنتهي لفائت دالية الرياضيه بكرومبيليا. تحذير من صلاح الفرشيشي اللي طلب من نبيل العش باش يعمل عمليه ليكرون ومن بعد يمد الكره، ولكن في الاخير نبيل العش الكره تضيع عليه تحت المربع. محمد حديدان قدام وسام القاسمي بعملية فنية يحاول التسديد وتنتهي الى 24 ثانية اول فترة، تنتهي فترة على نتيجة 60-51 لفايت فريق الملعب النابلي امام الدالية الرياضية بكرومبيليا. 30 دقيقة لعب والملعب النابلي هو المتقدم امام فريق الدالية الرياضية بكرومبيليا لحساب الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة. نذكروا انه الفترة الأولى وفات على نتيجة 20-18 للملعب النابلي، الشوط الأول 42-34 دائما للملعب النابلي. وهذه هي الفترة الثالثة كيف كيف، هذه بعض الجماهير الحاضرة في قاعة الرياضة 7 نوفمبر بنابل من أحباء الملعب النابلي. الوطن القبلي سعيد بإدراك زوز فرق الدور النهائي للكأس وهذه أجمل السلات. زوز مقابلات من قاعة الرياضة 7 نوفمبر برادس، مراد كمون، الياس حسني، انيس الجامي، عبد الخالق بالحاج في تركيب الاجهزة، في الكهرباء حمد عباسي، رماد بن خديم، في هندسة الصوت بالقاسم الخماسي، في المساعدة محمد علي المثلوثي وقيس حسني، في الفيديو شهاب الدين الشريط، محمد الاسلام، انيس الخياط، ويشرف هندسيا على هذا اللقاء نجار الجديدي.
التصوير الزملاء الذي بن علي، ابتسام القاسم، محمد الزريبي، عبد الحميد البكاري، يانيس الخميسي، والاخراج لصديقنا محمود بوغاتف. 22 نقطة إلى حد الآن في رصيد مجدي المعلاوي، و13 في رصيد زهير السنوسي أمام أنظار الجماهير الحاضرة بكثافة في قاعة 7 نوفمبر برادس. كما قلنا جماهير غفيرة حضرت لهنا، يعني شبان وأطفال وعائلات للتمتع بعروض كروية من أعلى طراز في هذه الرياضة اللي عندها شعبية كبيرة في الوطن القبلي، وهذا ما يفسر ولع الجماهير وحضورها بكثافة لمشاهدة هذا الدور النهائي. الحوار من أجل الكرة الأخيرة ينتهي عند تبديل العش وخطأ ضد نزار كنيوة اللاعب رقم 12 بالملعب النابلي، والعملية الأخيرة خاصة بالخطأ كان قام به نزار كنيوة. صلاح الدين الفرشيشي ثلاثية ناجح من الجناح يعطي النقطة 54 ويرجع الدالية الرياضية بجرومباليا بسرعة في اللقاء 60-54. أنيس بن عبد الله من ثلاثة نقاط يسدد ما ينجحش، نبيل العش في المتابعة إلى صلاح الدين الفرشيشي، خير لعب الهجوم المرخص. فترة رابعة تلوح مشوقة للغاية بعد السلة الأخيرة لصلاح الدين الفرشيشي 60-54 والامتلاك للدالية الرياضية بجرومباليا. أسامة القاسمي يبحث عن الحل، يسدد من ثلاثة نقاط أسامة ما ينجحش، ومحمد حديدين في الالتقاط بسرعة، ممتاز أنيس بن عبد الله ممتاز يربح الخطأ، ممتاز التمريرة وممتاز التوغل بتاع أنيس بن عبد الله يربح إثره خطأ، ما يسجلش لكنه يربح الخطأ. قلنا معطيات جديدة هنا في قاعة رادس بخصوص هذا الدور النهائي. سلة أخيرة من صلاح الدين الفرشيشي والفارق بعد ما كان 11 نقطة يصبح 6 نقاط فقط 60-54 قبل 8 دقائق و53 ثانية من نهاية هذا الدور النهائي. الأولى ناجحة لأنيس بن عبد الله أحد أبطال الدور النهائي ذهاب للبطولة الوطنية لكرة السلة، ذكروا بكداء على قناة تونس 7 كنا شاهدنا اللقاء هذا عندما كان الملعب النابلي منهزم 13 نقطة، عند دخول أنيس بن عبد الله أصبح منتصر 13 نقطة أمام النادي الإفريقي. أنيس بن عبد الله أمين رزيق يمشي للتوغل، ممتاز بخبرة وبذكاء رغم صغر سنه يتمتع بالخبرة. أمين رزيق راجع من إصابة خطيرة فضل عزيمته وفضل إصراره يرجع إلى الميادين ويسجل النقطة 63 للملعب النابلي. خطأ ضد أمين رزيق، خطأ ضد أمين رزيق بعد التسرب الأخير من زهير السنوسي. 9 نقاط تسبقية للملعب النابلي، 8 دقائق و 26 ثانية على نهاية المباراة. أمين برجب يلعب مع زهير السنوسي، تبقى الكرة للتالية الرياضية. أمين بن رجب نفس العملية مرة أخرى، إصرار على اللعب تحت السلة من أمين بن رجب، يعني رغم أنه نبيل العش ما هوش تحت المربع لكن إصرار على التمرير لصلاح الدين الفرشيشي تحت المربع. للمرة الثالثة تخرج الكرة هذه، للمرة الثالثة تخرج وتبقى للدالية الرياضية بجرومباليا. صلاح الدين الفرشيشي يلعب مع نبيل العش، زهير السنوسي دفاع متقدم من الملعب النابلي، زهير السنوسي، صلاح الفرشيشي أمامه تارك التيمومي، صلاح الفرشيشي يخسر كورتو، صلاح الدين الفرشيشي وتبقى للدالية الرياضية بجرومباليا. كان افتكى في مرحلة أولى تارك التيمومي اللي غادر الخماسي يخلي مكانه للتعويض الاعتيادي، هو ديما بين وليد الذويبي وتارك التيمومي تم التعويض، خروج تارك التيمومي ورجوع وليد الذويبي اللي منذ الفترة الأولى ما ريناهش خاصة بعد المردود المتميز لتارك التيمومي، وعودة لوليد الذويبي للخماسي الأساسي. صلاح الدين الفرشيشي يحاول إيجاد ثغرة من ثلاثة نقاط، يسجل يسدد ما يسجلش، وتبقى لزهير السنوسي يعمل توغل وينجح، ينجح زهير السنوسي في التوغل الأخير ويعطي النقطة 56 لصالح
فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا أمام الملعب النابلسي 56-63 ومباراة وكأني بها تبدأ من جديد. قيس فعلا المباراة تبدأ من جديد إذا كان فما إصرار من هذا الجانب وذاك على تقديم مردود جيد نجم نقول أن المباراة تبدأ من جديد والفارق يتقلص في كل مرة. أمين رزيق رمية حرة أولى والدالية الرياضية بجرومبيليا بدعم من جماهيرها الحاضرة اللي ما حبتش تسكت نجم نقوله منذ بداية المباراة وهي تساند وتشجع عكس ربما بعض جماهير الملعب النابلي اللي في الوقت الحاضر مكتفية بالفرجة والمتابعة. محمد احتدان في الأثناء يعمل الالتقاط الهجومي الناجح ويربح إثره خطأ ونعيم مبارك يدخل في الخماسي الأساسي مكان نيس بن عبد الله. نعيم مبارك يلعب الهجوم المعاكس صحيح لكن يسدد مليح من 3 نقاط. يمكن فكر في هذا المدرب نشيب بن زايد، فكر في حلول 3 نقاط اللي تجي من عند نعيم مبارك. الدفاع المستميت من الدالية الرياضية بجرومبيليا والتوغل من امين رزيق ترجع من بلوك من طرف نبيل العش. امين رزيق من 3 نقاط ما ينجحش وتعود للملعب النابلي عن طريق نزار كنيوة تحديدا. التسديد من نعيم برك تأكيدا لكلامي منذ لحظات كان يبحث على تسديدات نعيم برك نجيب بن زايد عندما أكمو في الخماسي الأساسي لفريق الملعب النابلي. الامتلاك لسلاح الفرشيشي والدالي الرياضي بجرومبيليا وسام القاسمي يبحث عن المساندة يبقى زهير السنوسي وخطأ ضد أمين رزيق ولفريق زهير السنوسي. الامتلاك يبقى للدالية الرياضية بجرومبيليا والخطأ الشخصي الثاني لأمين رزيق وعودة مجدي المعلاوي مكان محمد حديدان. العملية الأخيرة نبيل العش سلاح الفرشيشي قدام وليد الزويبي أرضية محمد أمين برجب يمشي وخطأ ضد نزار كنيو. الخطأ ضد نزار كنيو ويبقى الهجوم لفائدة فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا. الثالث الخطأ في رصيد نزار كنيو. 65-56 محمد أمين برجب ورمية حرة أولى ناجحة ينجح في الأولى في انتظار الثانية. اللاعب السابق لمستقبل المرسى وحدش النقطة والشبيبة القيروانية وحاليا الدالية الرياضية. نعيم مبارك تحت المربع نقطتين. كوتشينغ ناجح من نجيب بن زايد يعني في 2 امتلاكات سجل 4 نقاط. نعيم مبارك سلاح الفرشيشي محمد أمين برجب قدامه نزار كنيوة يبحث عن سلاح الفرشيشي مع وليد الزويبي يرجع البرجب من جديد مع خط النهائي للميدان وفما دخول بالقوة. مراقبة لصيقة ومحاصرة لصيقة من نزار كنيوة على محمد أمين برجب وحوار ما بين اللاعبين هذا مزهوز هذا وليد الزويبي منسق العمليات. نزار كنيوة يمشي باتجاه السلة يخرج الكرة لمجدي المعلاوي. زهير السنوسي نزار كنيوة يتقص الكرة من محمد أمين برجب ويتعكس الهجوم لفائدة فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا. نزار كنيوة محمد أمين برجب نعيم مبارك وخطأ ضد نعيم مبارك الخطأ الشخصي الثالث لنعيم مبارك. ملعب النابلي بذكاء قاعد يلعب في المباراة هذه ما حاولش يندفع 100% وياخذ فارق 15 و20 نقطة في نفس الوقت يعرف كيفاش في كل مرة يرجع فيها الدالية الرياضية لجرومبيليا في النتيجة يعرف يستحفظ على كفارق 7 و8 و9 و10 نقاط يعني متحكم في النسق ما خذاش فارق كبير ما رجعش الدالية الرياضية بجرومبيليا إلى مستوى التعادل. بذكاء قاعد يلعب الملعب النابلي في المقابل إصرار كبير ولو أني متصور اذا الدالية الرياضية بجرومبيليا كانت لعبت جميع مباريات البطولة كما لعبتها ضد الشبيبة القيروانية في نصف النهائي وكما قاعدة تلعب الان نتصورها راهي مشات للبلاي اوف البطولة.
فعلا بهالمردود ولا بهالروح الجماعيه وبهالاصرار بامكان فريق الدوري الرياضي بجرونداليا انه ما عادش نقولوا مفاجاه وانما يولي عادي جدا هذا المستوى. تقريبا الشيء اللي حدثنا عليه في بدايه النقل ان سق عنده قيمته، الملعب النابلي يلعب في مباريات عندنا سق قوي، ريناه في ثلاثه مقابلات دور نصف النهائي للكاس ضد النادي الافريقي، زوز مقابلات الدور النهائي للبطوله، في حين الدوري الرياضي بجرونداليا تقريب مستوى المباريات ما كانش كبير. ومحمد امين برجب ونبيل العش في الالتقاط، محاوله التسديد من خارج القوس، اسامه القاسمي لسلاح الفرشيشي 67-59 بل 4 دقائق 50 ثانيه من نهايه المباراه الدور النهائي للكاس، سلاح الفرشيشي زهير سنوسي يعمل عمليه تمويه، وصل كره لاسامه القاسمي، اسامه القاسمي تحت المربع والامتلاك يقول منير بن يوسف، يعود للملعب النادي، تعود الكره للملعب النادي، تعود الكره للملعب النابلي باشاره من محمد بن يوسف، ولو انه هاي الاعاده بالصور البطيئه لاخر حوار على الكره، فعلا اسامه القاسمي هو اللي خرج الكره، اصاب الحكم منير بن يوسف. ترجع الوليد الثويبي، مجدي المعلاوي وكاني بانيس بن الحاج سيعود بعد لحظات، وليد الذويبي، وليد الذويبي باقي مستحفظ على كورتي، وصل لامين رزيك، امين رزيك خرج الكره، مازالوا اربع ثواني في هذا الامتلاك تحت المربع، نبيل العش وامين رزيك، امين رزيك خرج الكره من جديد، مجدي المعلاوي، انيس حديدان يحاول التسديد، تضرب المربع وترجع وحوار بين اثنين على الكره، وسيعود اثر الامتلاك للملعب النابلي حسب إشارة السهل. تغيير باش يرجع أنيس بن الحاج وياخذ مكان أسامة القاسمي، أنيس بن الحاج اللي عنده في رصيده أربع أخطاء شخصية ورتحوا مدربه زهير العياري منذ تقريب منتصف الفترة الثالثة، 10 دقائق كاملة من الراحة على البنك، أنيس بن الحاج ليعود من جديد. زهير السنوسي، محمد امين برجب، انيس بن الحاج قدامه، انيس حديدان الدفاع رجل لرجل من جانب الملعب النابلسي، تامين عمليات التقاطع، انيس بن الحاج مازالوا 6 ثواني، سلاح الفرشيشي 4 ثواني، لابد من التسديد، كل توفى العمليه، التسديد من محمد برجب والحكم يقول لا، الحكم هشام الكناني يقول الصافرة قبل التسديد، واضحة إشارة هشام الكناني الصافرة قبل التسديد، وبالتالي 59 دالية رياضية بجروبيريا 67 الملعب النابلي. مجدي المعلاوي يلعب مع نعيم مبارك، ترجع الكرة للدالية الرياضية بجروبيريا بعد خروج نعيم مبارك بعد خارج الميدان، 67-59 مازالوا 3 دقائق و26 ثانية مليئة بالتشويق والتنافس في ديربي الوطن القبلي في نهائي كأس تونس لهذا الموسم، ختام موسم الرياضة 2005-2006. أمين برجب أمام نعيم مبارك في دفاع متقدم، أمين برجب يلعب مع أنيس بن الحاج، أنيس بن الحاج يبحث عن الحلول، يلعب مع أمين برجب بالثلاث نقاط، يسجل يسجل ممتاز هذا اللاعب في الثلاثية الأخيرة، يرجع فريقه في المباراة 62-67 قبل 3 دقائق 2 دقائق و53 ثانية تحديدا، يخسر كورته الملعب النابلي ويعود الامتلاك للدالية الرياضية بجرومباليا، استفاقة في اللحظات الأخيرة للدالية الرياضية بجرومباليا وطلب وقت مستقطع من المدرب نجيب بن زايد ومساعده زهير جار علي، 67-62 جماهير الملعب النابلي وجماهير الدالية الرياضية بجرومباليا أمام فرجة من الطراز الرفيع، والسادة المشاهدين على قناة تونس 7 كذلك أمام شاشتهم لمعرفة اسم الفريق الفائز بكأس تونس لهذا الموسم. ما زالوا 2 دقائق و50 ثانية مليئة بالتشويق والتنافس، أما الملعب النابلي تحصل على ثنائي أو الدالية الرياضية بجرومباليا تحدث المفاجأة الكبرى
والتفوز بالكأس. جماهير ملعب النابلي رغم رجوع الدالي الرياضية بجرومباليا في النتيجة فإنها تشجع كيفية كبيرة، شأنها شأن جماهير الدالي الرياضية بجرومباليا أمامنا، أجواء منعشة جدا يا حبذا لو ديما شاهدوها في قاعاتنا الرياضية. كما قلنا جماهير غفيرة، عائلات، أطفال، شباب، الكل لمشاهدة الدور النهائي والكل وراء فريقه أنيس بالحاج. أمين برجب، خمسة نقاط أسبقية للملعب النابلي. نعيم بارك أمام أمين برجب على مستوى الجناح، يلعب مع أنيس بالحاج. بقى شوية توازنه الدالي الرياضية بجرومباليا برجوع أنيس بالحاج في مهام التنسيق. أنيس بالحاج إلى صلاح الدين الفرشيشي، يسدد من ثلاثة نقاط، ينجح صلاح الدين الفرشيشي في التسديدة الأخيرة. 67-65 رجوع الدالية الرياضية بجرومباليا في اللقاء. الملعب النابلي في الهجوم، نعيم بارك تقطع هذه الكرة، أمين برجب يخير لعب الهجوم المركز، تقطع الكرة الأخيرة وفترة رابعة ما كانتش ما ابتسمش فيها الحظ شيء الكثير للملعب النابلي. صار برشا كرات سهلة في الهجوم الملعب النابلي. في المقابل الدالية الرياضية بجرومباليا بعد كوتشينج ممتاز من المدرب زهير العياري، وقت مستقطع نذكره كان في وقته بعد 9 نقاط أسبقية، مكن فريقه كما حكينا منذ قليل لعب على المعنويات زهير العياري ومكن فريقه من الرجوع. 67-65 في انتظار الرميتين الحرتين لزهير السوسي. ونسبة نجاح في الرميات الحرة للدالية الرياضية بجرومباليا كنا شفناها قبيله 75% في الرميات الحرة، رمية حرة أولى ناجحة من زهير السنوسي ورمية ثانية والتقاط أمنه هذه المرة وليد الجبيل. 67-66 ونقطة فارق محمد حديدان، بنيسة حديدان، نعيم مبارك، وليد الجبيبي يمشي باتجاه السلة وتقص يتقص هذا الهجوم وزهير السنوسي. مستاح الفرشيش، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج كمنسق عمليات مع أنيس حديدان، وخطأ على أنيس حديدان وجوز الخطأ الشخصي الأول يبدو لي ضد أنيس حديدان. أنيس حديدان الأول فعلا الخطأ الشخصي الأول، والامتلاك يبقى دائما للملعب للدالية الرياضية بجرومباليا بجوز رميات حرة. قايس توافقني كي نقول لك مهما كان اسم الفائز اليوم كرة السلة هي اللي فازت. والتعادل 67-67 مهما كان اسم الفائز اليوم كرة السلة هي الفائز الأكبر بعد المباراة الممتازة. والأسبقية الأسبقية للدالية الرياضية بجرومباليا 68-67. خلي نجيب بن زايد يطلب وقت مستقطع بعد فترة فراغ يمر بها فريق الدالية الرياضية بجرومباليا. الملعب النابلي تقريبا عنده دقيقة و30 ثانية ما سجل حتى نقطة، تدفع بجماهير الدالية إلى مواصلة المساندة والتشويق والحماس على أشد. أكثر من 3000 متفرج من جرومباليا، من جرومباليا بخلاف اللي جاوا من نابل. أكثر من 3000 متفرج. بيني وبينك ربيع أحسن فاركي، يعني الفكرة كانت طيبة وجيدة جدا كي تعبى الدور النهائي هنا في قاعة 7 نوفمبر بيرادس، اللي نبقى دائما نحمل معها أجمل وأحلى ذكريات بعد المونديال. مونديال كرة اليد أجواء شبيهة تقريبا بمونديال كرة اليد، تذكروا الناس الكل الأجواء المنعشة في قاعة رادس وإبداع منتخبنا الوطني في درة المتوسطة القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات 7 نوفمبر برادس. أجواء تقريبا شبيهة بهذه الأجواء، روح رياضية عالية بين الدالية الرياضية بجرومباليا على الميدان والملعب النابلي وكذلك بين الجماهير. هو في الحقيقة حتى جماهير جرومباليا الرياضية يعني فيها حتى شكون يشجع الملعب النابلي بحكم انتمائهم للجهة في كرة السلة. بالطبيعة اليوم كل واحد عنده فريقه وكل واحد يحب يرفع كأس تونس، طموح مشروع لكل الفرق. تابعوا مع بعضنا دقيقة ونص اللي ما زالت لمعرفة اسم الفائز. أنيس حديدان، تارك تيمومي، نعيم مبارك، تارك تيمومي يلعب مع مجدي المعلاوي تحت السلة، ممتاز، تصبح الأسبقية للملعب النابلي. وكل الجماهير واقفة في قاعة الرياضة 7 نوفمبر برادس، والحكم هشام الكناني يوقف اللعب باش يسمح لطارق التيمومي
على الاقل بشروبه الحذاء بتاعه. سلامه اللاعبين هي الاساس. هذا نجيب بن زايد امامنا على الصوره مدرب الملعب النابلي. الاكيد وانه ده لحظات صعبه او دقيقه اطول منها ما فماش. هذا انيس بالحاج، انيس بالحاج، انيس بالحاج قدامه نزار كنيوة، انيس بالحاج يجي زهير سنوسي ويمشي باتجاه المربع والاعتراض من مجد المعلاوي. ممتاز سلاح الفرشيشي وسدد، ينجح سلاح الجديد الفرشيشي ويعطي اسبقيه زوز نقاط لفريق الداليا الرياضيه بجروبيليا. ننتظر رد فعل الملعب النابلي مع دارة التيمومي. مجد المعلاوي من ثلاث نقاط سدد ما ينجحش، والمتابعه من نبيل العشق بل 43 ثانيه من نهايه المباراه. الحوار ينتهي بخطا لفريق شكون؟ لفريق الملعب النابلي. التشويق والتشويق لفايت الداليا الرياضيه بجرومبيليا. عفوا شكرا لك قيس، الجماهير قدامي كانت واقفين يعني بصعوبه كبيره، قاعدين نتبعوا في المباراه والحماس، الحماس والتشويق بين الملعب النابلي والداليا الرياضيه بجرومبيليا. انا نحب نقول مبروك للداليا الرياضيه بجرومبيليا على الاداء الطيب مهما كانت النتيجه. نحب نقول مبروك لجماهير الملعب النابلي كذلك على هالاندفاع وعلى كره السله الجميله اللي شاهدناها. مهما كان اسم الفائز كما قلنا كره السله هي الفائز الاكبر في هذه المباراه. صلاح الدين الفرشيشي يخفق في الرميه الحره الاولى. كيف ستكون الرميه الحره الثانيه قبل 40 ثانيه وسبع اجزاء من المئه من نهايه مباراه الدور النهائي؟ تضيع الرميه الحره الثانيه. نبيل العش تحت المربع، نقطتين، نقطتين، ودارك التيمومي يعكس الهجوم من الملعب النابلي. 73-69 محمد حديدان، دارك التيمومي يسدد من خارج القوس ضائعه. فما مجدي المعلاوي تحت المربع، وماذا سيقول الحكم؟ خطا قيس، خطا، ولكن هل ستحتسب السله؟ لا تحتسب السله. زوز رميات حره لفايت فريق الملعب النابلي، ووقت مستقطع يطلب زهير العياري مدرب الملعب النابلي. اربع نقاط فارق بل 25 ثانيه لفايت فريق الداليا الرياضيه بجرومباليا، والملعب النابلي عنده زوز رميات حره. كيف سيتصرف فريق الداليا الرياضيه بجرومباليا؟ شاهدوا معنا فرحه جماهير الداليا الرياضيه بجرومباليا قيس، شاهدوا معنا فرحة جماهير الداليا الرياضية بجرومبيليا برجوع فريقها في النتيجة. 73-69 وثواني أخيرة مليئة بالتشويق. الملعب النابلي عنده من الخبرة الشيء الكثير للرجوع في اللقاء. الداليا الرياضية بجرومبيليا عندها من الطموح كذلك الكثير لإنهاء اللقاء لفائدتها. نتبعوا مع بعضنا على قناة تونس 7 آخر الثواني الخاصة بالدور النهائي لمعرفة اسم الفائز بالكأس. يا إما الثنائي للملعب النابلي أو الإنجاز، الانجاز الكبير للداليا الرياضيه بجرومبيليا باحرازها على كاس تونس، او كما قلت دخول الداليا الرياضيه بجرومبيليا التاريخ، سجل الذهبي لحاملي كاس تونس، واللي تبقى فيه الامتياز للمدرسه الكبيره النجم الرياضي الراسي بتسعة كؤوس في مجموع الكؤوس منذ الاستقلال. زوز رميات حره للملعب النابلي قبل 26 ثانيه اربع اجزاء من المئه حسب سبورة بقاعة 7 نوفمبر برادس. مجدي المعلاوي في زوز رميات حرة تحت المربع. الرمية الحرة الأولى ضائعة من مجدي المعلاوي، تضيع الرمية الحرة الأولى من مجدي المعلاوي، ثم الرمية الحرة الثانية، الرمية الحرة الثانية لمجدي المعلاوي ينجح يسجل. 73-70 نبيل العش سلاح الفرشيشي أرضية، أنيس بالحاج، أنيس بالحاج يتم ارتكاب الخطأ عليه من مجدي المعلاوي. تكتيكي الخطأ قيس، ربحا للوقت، ربحا للوقت. الخطأ اللي قام به مجدي المعلاوي وهو الخطأ الشخصي الثالث في رصيده. ما زالوا 22 ثانية، خمسة أجزاء من المئة في هذه المباراة. رمية حرة أولى، أنيس بالحاج ضايعة. تبقى النتيجة 3 نقاط فارق، 73-70. أنيس بالحاج في الرمية الحرة الثانية يضيع الكرة ويأمن الالتقاط هذه المرة مجدي المعلاوي. تمشي لمين رزيق، لطارق التيمومي، لنزار كنيوة، يحب يخرج الكرة نعيم مبارك، يسدد على السلة، ثم تعود من جديد الملعب النابلي. مجدي المعلاوي مازالوا 7 ثواني قيس، التسديد من 3 نقاط ما تنجحش، تضرب في السلة وتخرج البالة. زوز ثواني مازالوا، ثانية فقط. الإنجاز، الإنجاز لفريق الداليا الرياضية بجرومبيليا، الإنجاز لفريق الداليا الرياضية بجرومبيليا، عودة قوية في اللقاء
وانتصار 73-70 والاحراز على اول كاس في سجل هذا الفريق. كان ازاح الشبيبه الرياضيه القيروانيه في نصف النهائي ثم ازاح بطل تونس الملعب النابلي في النهائي. فمبروك للداليا الرياضيه بجرومبيليا بهذا اللقب، مبروك لزهير عياري المدرب نتاع الفريق هذا اللي قام بعمل كبير وخلق لحمه وخلق يعني اندفاع كبير وحب انتصار في هالفريق. الكل امن بالداليا الرياضيه بجرومبيليا في جرومبيليا، الكل جاء هنا لمسانده هذا الفريق، فمبروك والف مبروك للداليا الرياضيه بجرومبيليا، مبروك للملعب النابلي ببطوله تونس اللي باش يحرز عليها من بعد شويه. ملعب النابلي حاب يحرز على الثنائي الثاني في تاريخه لكنه ما احرزش على الكاس اليوم، لكن نقولوا مبروك الملعب النابلي برجاله، مبروك الملعب النابلي بجمهوره، مبروك الملعب النابلي ببطولته. هذه كره السله، فما فائز فما منهزم، نقولوا مبروك اذا للفريقين ومبروك لكره السله. قيس فعلا مبروك لكره السله التونسيه، تهاني متجدده الاكيد، وان الافراح انطلقت في جرومبيليا كيف كيف. قسمة خيان بين فريقي الوطن القبلي، كان الملعب النابلي يريد الثنائي، ولكن الداليا الرياضي بجرومبيليا يدخل التاريخ، يصنع الحدث باصرار، بعزيمه، بثبات. بزوز ثلاث ثلاثيه بتاع صلاح الفرشيشي زاد. فعلا نشوفوا النتيجه 63-56 ثم 67-62، من هنا يرجع 67-65 67-67 ويفوز فريق الداليا الرياضيه بجرومبيليا تقريبا السلة، لأن المستوى كان راقي، وهذه حيرة نجم نقول أنيس كديدان، حسرة أنيس كديدان، كان يريد الثنائي، وهذا نعيم مبارك كاد يعيدها مع سلة الدور النهائي للبطولة أمام النادي الإفريقي. سجل سلة الثواني الأخيرة، ولكن المرة هذه الحظ أدار له وجهه. كنا حكينا قيس على أهمية الالتقاط، شفنا نبيل عش عمل في آخر اللقاء، خذا تقريبا كل الكرات هجوما ودفاعا في الالتقاط مع خبرة صلاح الفرشيشي وزوز ثلاثيات في وقتهم، خلات جرومبيليا الرياضية تعود من 11 نقطة، يعني عاجز ب 11 نقطة إلى أسبقية وصلت لأربع نقاط، ثم انتهاء المباراة 73-70. نجد تباريكنا لفريق داليا الرياضية بجرومبيليا. تنشاهدوا بعد قليل عملية تسليم الكأس لفايت هذا الفريق. تحبوا اكثر تفاصيل كذلك تابعونا غدوه في الاحد الرياضي مع سمير راسي القنزوعي، باش يكونوا معنا ممثلين على هذا الفريق في استوديو الاحد الرياضي للحديث معهم حول هذا التتويج التاريخي، باش يكون الكاس حاضره كذلك، باش يكونوا معنا كذلك فريق الملعب النابلي وصفوا بطل تونس وصاحب كاس تونس النادي السفاقسي في السيدات كذلك باش يكون حاضر. فكونوا معنا غدا في الاحد الرياضي مع الزميل رازي في مواكبه خاصه للادوار النهائيه في كره السله. زوز كاميرات على ذمه برنامج لحد الرياضي تبقى كنا طبعا حتى مصباح اليوم مصباح الملعب النابلي، وايضا هذا مدرب المنتخب الوطني التونسي عادل الثلاثي الاكيد، وانه سعيد بتتويج فريق الداليا الرياضيه بجرومبيليا باعتبار وانه اليوم كره السله ينجم يهز ملاعبيه من الداليا الرياضيه بجرومبيليا. المنتخب محمد امين برجب ينجم يكون ضمن العناصر المؤهله، ايضا بعض العناصر الاخرى اللي قادره وانها تكون الياس سعيد اللي نرجو له الشفاء العاجل، قدم بدايه فتره ممتازه جدا. هذا زهير السوسي اللي كان ممتاز، عطاء غزير خلال هذه المباراه، انضباط تكتيكي كبير، انا اللي فهمته انه الملاعبيه انضبطت كما ينبغي، طبقت تعليمات المدرب اللي درست كما ينبغي المنافس نتاعو، درست شبيبه القيروان في الدور نصف النهائي كما ينبغي، درست هذه المره فريق الملعب النابلي، والداليا الرياضيه بجرومبيليا تعطي درس، وانا ما فماش فريق كبير وفريق صغير يا ربيع. في 2005 2006 رجعنا نامنوا الى الكاس، تبقى مسابقه المفاجات، تبقى مسابقة المفاجآت. شوف زهير السنوسي، محمد حديدان، أنيس بالحاج، شيء جميل قبيلة كنا نشوفه في وسط المباراة، كيفاش مجدي المعلاوي يحمل الياس سعيد ويخرجوا من الميدان ويوصلوا على بنك البدلاء بعد الإصابة اللي تعرض لها، وهذه أجمل وأحلى صور من أفضل المواسم اللي قام بها، زاد شاهدناها على الصورة أنيس بالحاج، من أفضل المواسم اللي قام بها، رجعت له الفورمة مع الداليا الرياضية بجرومبيليا اللي قام بالانتدابات مدروسة. Yeah.
الساحلي كان اداء ممتاز وممتاز جدا خلال هذا الموسم. الاتحاد الرياضي المنسير رغم تغيير المدرب ورغم العثرات بعناصر شابه والروج طيب، النادي الافريقي الحقيقي بسبعه ثمانيه لاعبين اساسيين على اقصى تقدير، زاد بشري محدود ومحدود جدا، معناها نشط بصوره ممتازه وممتازه جدا الدوري اخر ثانيه الاخر لحظات. وكل الفرق في الحقيقه ما قصروش السنة، تمتعنا كل اسبوع تبعوا في المقابلات الحق كلمة نجم نقول وانه تمتعنا كما ينبغي. الفضائية تونس سبعة كانت عايشة المشاهدين نتاعها افضل مباريات هذا الموسم. قيس شاطرني رأي، كنا نقلنا على قناة تونس سبعة افضل مباريات، يعني المشاهد على قناة تونس سبعة او خارج حدود الوطن ما فاتوا حتى شيء في مباريات كرة السلة. الموسم القادم نتوقعوه كذلك مليء بالحماس والتشويق، كي نراو فريق كيما هكا موجود في النخبة الدالية الرياضية بكروبالي، كي نشوفوا فريق كيما الشبيبة القيروانية اللي رجع بعد تكوين هجرة جماعية، هجرة جماعية رجع بفريق شاب للغاية ولعب حتى الدور نصف النهائي للكأس وللبطولة. كي نشاهدوا فريق الاتحاد المنستيري اللي باش يلعب في قاعة جديدة، قاعة تتسع ل 5000 متفرج وهي هدية رئاسية لشباب الجهة، فمبروك عليها القاعة هذه. كل هذه العوامل تخلينا نستناو موسم من أعلى طراز الموسم القادم في انتظار تسليم الدالية الرياضية بكروماليا كأسها، كأس تونس اللي باش تبقى عندها حسب حديث قصير مع رئيس الجامعة علي البنزرتي. كان أكد أنه ابتداء من هذا الموسم كل فريق يفوز بلقب يحتفظ باللقب هذا كتذكار ككأس أو بطولة، ما يرجعش الجامعة التونسية لكرة السلة. الدالية الرياضية بكروماليا أحرزت على الكأس وباش تحتفظ بكأسها إلى التاريخ وللتاريخ، كأس كانت فازت بها بعد أن أزاحت شبيبة القيروان وبعد أن أزاحت الملعب النابلي. شبيبة القيروان صاحبة كأس الموسم الفارط، الملعب النابلي بطل موسم هذا هذه السنة، أزاح هذه الفرق واستحق عن جدارة هذه الكأس. الملعب النابلي وحسرة كبيرة، نحب نحيي الملعب النابلي على أدائه الرجولي على فنياته، فريق كامل. وهو زميلنا قيس جاب معاه انيس بالحاج في استجواب فوري. انيس على السلامة ومرحبا بك ومبروك، يبارك فيك يا عايشك. تتويج مفاجأة نجم نقولوا فريق الدالية الرياضية بكروبيلا السنة، كان مفاجأة سارة بمال الكلمة من معنى، مقابلة صعيبة مع بطل تونس. والله المقابلة صعبة علينا، تعرف معناها النيفو ماهوش بعيد برشا على بعضه، نحن كي دخلنا الماتش عندنا ديزيليمون كيما قلتها تو، ديزيليمون كي مونك ديكسبيريونس، الجو كان كبير على شوية على الجوارات، ما دخلناش في اللعبة من الأول. من بعد كي حسينا اللعبة حسينا كل شيء، دخلنا في الدوزيام ايتون لقينا الديفونس اجريسيف نتاعنا، لقينا الديفونس اجريسيف نتاعنا هذيك اللي سمحت لنا من بعد باش نفكوا برشا كور ونطلعوا الماركيو دي باني فاسيد. الحمد لله يا ربي معنا بالخدمه حضرونا، حضرت لنا ريوسيت في الاخر والحمد لله يا ربي ربحنا، ونهدي الجمهور الغالي هذا كلهم تاع كرومبيل. انيس انت من اللاعبيه، انت سلاح نجم نقول نبيل، كنتم متعطشين للالقاب وتحبوا اللقب كيما هذا خاصه مع فريق خدم برشا. والله تعرف اللقب صباحني انيس، تسليم رمز البطوله للملعب النابلي من طرف السيد ان شاء الله مبروك عليهم، ان شاء الله مبروك على الملعب النابلي البطوله البدنيه، مبروك للملعب النابلي ببطولة هذا الموسم. شفت التتويج تاع الملعب النابلي، مبروك البطولة على الملعب النابلي ومبروك مبروك علينا نحن الكوب. الحمد لله جات قسمناهم ما روحوا بحد شيء، معناها هما روحوا ببطولة ونحن روحنا بكاس. وخيان قعدت في وخيان هي كلها مروحة في الوطن القبلي معناها. شوف زهير العياري اللي أكيد أنه بصماته أصبحت واضحة معكم بالفريق. والله تعرف خلطنا في بيريود وقت جانا سي زهير، كنا في بيريود نتاع دوت، عندنا سيت ديفيت سكسيسيف، جاسي زهير لم الشمل لم الجروب سورتو، معناها عطانا برشا ريغور في اللعب سورتو سو البلون معناها ديسبلين تكتيك سو البلون ديفونس، ميم حتى سو البلون ديسبلين برا كل شيء زادنا برشا. والحمد لله هاي الريزولتا معناها اونفان جات وخدمته دارت معناها في الاخر سورتو برا افرح وهز اللقب. سامحني انيس، انيس نحب نسالك سؤال، كنت قابلتك مره، كنت قابلتك وقلت لي مره كانت كويتينا القرعه نوصل الدور النهائي هذا في حتى تويجو، ما جاتش معاكم القرعه، لعبتوا مع الشبيبه ولعبتوا مع العب النابلي وفزتوا بالكاس. والله تعرف من الاول القرعه تذكر اي متذكر كلامي، القرعه من الاول مشات معنا باهي، لعبنا مع دوز ايكيب معناها محترمين، لكن بعد كي جاتنا الشبيبه ما كناش، يمكن مباراه الشبيبه كانت اصعب مليون، ما كناش مامنين باش نمشيو. كي ربحنا مباراه الشبيبه زادتنا برشا ثقه، كي زادتنا برشا ثقه انا خليك تمشي تفرح مع الزملاء باش الميداليه نتاعك باش يجري في الطبيعه، يحب ياخذ الميداليه لان لحظات تاريخيه بالنسبه لكل لاعب طلعناه لمنصه الصحفيين. انيس ما قصرش لبى دعوتنا، هذا اسامه القاسمي لاعب النادي الافريقي سابقا ومن العناصر الشابه والواعده، قدم فاز البطوله وفاز بكاس مع النادي الافريقي وفاز وجه مبروك على الفرق اللي يمشي لها.
هذا استحل فرشيشي صاحب الخبره لاعب التجربه. كي كان المدرب نتاعو زهير العياري كان خسر النهائي في نابل عام 2001 هو وزهير العياري وقتها مع الاتحاد المونستيري. قلت لك 3 جوان ترجع عليه بالفايده هذول زهير. لكن المره هذه نبيل العش فازوا مع بعضهم بالكاس. نبيل العش لاعب الارتكاز في صفوف الدالي الرياضيه بجرومباليا اللي قدم مباراه لاعب المصاب ياسر سعيد رجوع سريع ياسر سعيد نجوم الدالي الرياضيه بجرومباليا. غلط باش يتسلم الميداليه. ما نعرفش اما النجوم هذه باش يقع انتدابا من فرق اخرى او الهيئه باش تحافظ عليهم للعب ادوار متقدمه. هذا المدرب بطل هذا الدور النهائي بذكاء بخبرته. زهير العياري يعني قدم اداء تكتيكي قوي برشا، عرف يلعب الاخر لحظات. ماهر التومي رئيس الفرع. رئيس الفرع. اللي خدم زاد كيف كيف خدمه كبيره السنة في الحقيقه، معناها كان عمل جبار وجماعي. وجماعي الهيئة المديرة للدالي الرياضية بجرومباليا وتجيب هاي النتيجة تجي. حفل تسليم. تسليم. كأس. الرمز كأس تونس لكرة السلة لهذا الموسم الرياضي زهير السنوسي. كرة السلة أول دور نهائي. قائد الفريق لأول مرة يدرك الدالي الرياضية بجرومباليا الدور النهائي ويفوز في كاس تونس في شكلها الانيق واللي بتشوفوها غدوه في برنامج الاحد الرياضي. الف مبروك للدالية الرياضيه بجرومباليا، والف مبروك ايضا للملعب النابلي على حصوله بطوله تونس. قسمه الحياه في الوطن القبلي قيس. وبالنجاح والتوفيق لبقيه الفرق ولمنتخبنا الوطني التونسي في كره السله. نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه. لكم احلى واجمل تحيات ربيع البحوري وقيس رجاز. الى اللقاء.